يعد مستشفى طب أسيوط التخصصي بجامعة أسيوط صرحا طبيا مميزا وأحد أكبر المستشفيات المتخصصة في مصر. يضم المستشفى 8 عيادات خارجية بإجمالي 260 كرسي أسنان، وهي مزودة بمختلف التجهيزات والآلات اللازمة لها وجهاز أشعة بكل منها. كما يوفر المستشفى أكثر من وحدة علاجية في طب الأسنان لتدريب الطلاب، تم تصميمها بحيث تكون ملائمة للمريض والطبيب المعالج. مستشفى طب الأسنان الجامعي هي الأكبر من حيث التجهيزات مقارنة بالمستشفيات الجامعية في تخصص طب الأسنان على مستوى الصعيد. المستشفى تحتوي على 260 وحدة أسنان متقسمين على جميع تخصصات طب الأسنان كخدمة تعليمية وخدمة علاجية. المستشفى بتقدم خدماتها بأسعار رمزية في متناول الجميع. احنا دورنا كخدمة مجتمع بنأثر طبعا، لنا دور كبير لأن احنا بنقدم خدمة متميزة مش مختلفة عن الخدمات اللي بتقدمها المستشفيات الجامعية. احنا مستشفى متخصص في علاج طب الأسنان، وده فرق معانا في خلال السنين اللي فاتت. احنا كنا بنقدم خدمة ل 8000 متردد في 2018، حاليا احنا وصلنا ل 54000 متردد في خلال السنة اللي فاتت. احنا هنا عندنا قسم العلاج التحفظي، بنشتغل حوالي 400 حالة في الشهر، يعني من 400 حالة ل 500 حالة كده شهريا. هنا طبعا التعقيم اعلى مستوى، الكوادر هنا اللي شغالة سواء كانوا نواب او معيدين او مدرسين مساعدين على اعلى مستوى،